جولة ثانية بدأت من إعطاء لقاحات كورونا لمن انطبقت عليهم الشروط، والتي تأتي استكمالا للجولة الأولى التي بدأت قبل 21 يوما. بالفعل بدأت اليوم الجرعة الثانية من مطعوم كوفيد 19 طبعا، وكما هو مسجل ضمن التطبيق اليوم اجوا المواعيد اللي هم الجرعة الثانية. طبعا الالتزام كان ممتاز جدا، جميع المراجعين اجوا قبل نصف ساعة من موعدهم المحدد، وهذا ادى الى سهولة في اعطاء اللقاح وسهولة في الانجاز والسرعة في اعطاء المطاعيم بشكل عام. طبعا لحد الان يعني حوالي 160 اللي احنا معتمد لدينا اليوم، عددهم 250. نعم، احنا منذ يعني الساعة 8 صباحا بدأنا في اعطاء هذا اللقاح، والحمد لله اليوم راح ننجز ال 250. الرسائل النصية وصلت لمتلقي الجرعة الثانية مع تعديلات بسيطة على المواعيد لتجنب الاكتظاظ وتسهيل الإجراءات، وهذا الأمر كان واضحا للعيان، فالمراكز الصحية لم تكن مكتظة بالمواطنين. والله الإجراءات ممتازة، أعجبتني. بعد ما طعمت بعشرة أيام قالوا لي إنه في تطعيم لك المرحلة الثانية والتأكيد عليها مرة ثانية. نشكر لوزارة الصحة على هذا الإجراء الكبير اللي منحته للمواطنين من أجل تطعيم وإيجاد مصل ولقاح للمواطنين كافة. شغل سوبر، النظام تمام. دقيقة واحدة دخلنا على يعني لو ظلوا على الأسلوب البداية، أنا جيت من أول يوم للجرعة الأولى، فكانت بتحس في تنظيم أكثر، كان في أمن، هم اللي نظموا العملية وماشية زي الساعة كانت. الآن كويس يعني، بس بدك تسأل حتى تصل لل ما شاء الله. هذا أحسن يعني، أنا لسه هلا دخلت يعني، ما شاء الله. الله يعطيهم الصحة والعافية ويبارك فيهم ويحفظهم ربنا. إعطاء اللقاحات تم بتنظيم ويسر، تخلله إجراءات عديدة مرت جميعها بسهولة بحسب مواطنين، سواء من حيث الدخول والتسجيل على اللوح الرقمي أو مدة الانتظار حتى الحصول على اللقاح. أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية.